السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الآن في أخبار الجوية على قناة الكويت الأولى. حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف مايكروفون اسمه ياتي من شركة اسمها بلو. المايكروفون هذا يستخدم حق تسجيل الصوت على الكمبيوتر عن طريق USB، وهذا المايكروفون صار له تقريبا 8 سنين، نازل من 2009، ومن 2009 هو معطينا جائزة أفضل مايكروفون للتسجيل عن طريق USB عن طريق الكمبيوتر. 4 أنواع لتسجيل الصوت: عندك ستيريو، يعني حق تسجيل من صوبين، من صوب واحد، من 360 degrees، أو أنك تسجل من صوبين حق شخصين قاعد يتكلمون قدام بعض، يعني مثل لقاء ولا يعني انترفيو أنت قاعد تسجله. فهذا البوكس مال البلو ياتي، طبعا خذيت اللي هو البلاك اوت اديشن، لونه اسود علشان شكله حلو. كرتونه بيضة داخل الكرتونه، لكن اللون الاسود خطير. واير USB والمايكروفون نفسه، ما في معاها اي نوع من الاكسسوار، الاكسسوارات كلها تطلبها بروحها. عندك من تحت AUX، وعندك اللي هو USB حق تسجيل الصوت عن طريق USB. عندك تحت الميكروفون مكان علشان تركب فيه مثل البرغي او اللي هو الستاند مال الميكروفون، يعني مو لازم تحطه على الستاند هذا، تقدر تستخدمه مع ستاند ميكروفون يكون معلق مثلا. الميكروفون في دقمة ميوت، في دقمة اللي هي الفوليوم، وطبعا من وراء عندك الديفرنت سيتنجز اللي هي الباترن نفس اللي تكلمنا عنها. 4 انواع تسجيل الصوت، والجين اللي هو ايش كثر حساسية تسجيل الصوت للميكروفون. فاذا فكرت تشتري لك مايكروفون حق الكمبيوتر، حق تسجيل اصوات، حق مثلا لقاء، حق ستريمينج وانت قاعد تلعب العاب الكمبيوتر، استخدمتها من قبل لكن شريت لي واحدة لونها اسود، لان الاسود لونه خطير جدا. ميسي 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 تيك ذا بول، ميسي هي شوتس اند هي سكورز. ريال مدريد 0 بارسلونا 1، بارسلونا وينز. هاي ام ميكي، هاي دونالد، يوهو از مي ماريو. او سوكا اوري او ناماي وا كاريدو نازا اوماي وا مو شندايرو. What's going on, guys? And today we are going to watch a live commentary on Overwatch. إذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك، وإذا ما عجبتك تسوي ديسلايك، لا هم سووا لايك. وإذا تبي تشوف الحلقات الجاية والحلقات السابقة سو سبسكرايب على الشانل، شيء وايد مهم تسويه. وحياكم بزبد.